صاحبة المعالي، أصحاب العطوفة والسعادة، السيدات والسادة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم جميعا في رحاب دائرة الجمارك، هذه الدائرة العريقة التي أنشئت مع تأسيس إمارة شرق الأردن، وظلت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز حتى وصلت إلى مكانة مرموقة بين مثيلاتها من الإدارات الجمركية على المستوى الإقليمي، وباتت تحظى بالكثير من الاحترام والتقدير على المستوى العالمي. وما احتفالنا اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة الجمارك إلا حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الإنجازات والإبداعات التي تحققها دائرة الجمارك الأردنية. يتفضل الآن عطوفة مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. الصلاة وزير تطوير القطاع العام، راعي الحفل الكريم، عطوفة أمين عام وزارة المالية مندوب معالي وزير المالية، عطوفة مدير تكنولوجيا المعلومات، أصحاب العطوفة، الزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا هذا الصباح بحضور معالي وزير الاتصالات ووزير تطوير القطاع العام أن نحتفل بهذا الموقع، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة الجمارك، الموقع الداخلي والموقع الخارجي لهذه الدائرة. لقد انتهجت دائرة الجمارك في السنوات الأخيرة أسلوب التخطيط الاستراتيجي المنظم وتبني مفاهيم الإبداع، وأدركت بأن تطور الإدارة الجمركية لابد أن يوازيه تطور في الإدارات الحكومية الأخرى التي تعمل جنبا إلى جنب مع الجمارك، إضافة للشركاء في القطاع الخاص. ولهذا قامت الجمارك الأردنية العديد من المشاريع التكاملية والتشاركية مثل النافذة الواحدة والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع مؤسسات القطاع العام والخاص، كما أن الطبيعة التنظيمية والتباعد الجغرافي للمراكز الجمركية التي تصل إلى 35 مركز جمركي في المملكة تحتم على هذه الدائرة الجمع ما بين المركزية في الأهداف والخطط الاستراتيجية الشاملة والسياسات العامة، مثل سياسة التحفيز وإدارة الإبداع وسياسة التحول الإلكتروني والنشر المعرفي وغيرها، وبين اللامركزية في تنفيذ الإجراءات من خلال تفويض الصلاحيات لمدراء المراكز الجغرافية الجمركية من قبل الإدارة العليا، بما يمكنهم من إنجاز معاملات متلقية الخدمة في مواقع العمل دون الرجوع للدائرة الرئيسية. ومن أجل ذلك وظفت الجمارك جاهزيتها الإلكترونية وأنشأت مديرية تكنولوجيا المعلومات عام 1992، ومن خلال هذه المديرية نفذت العديد من الأنظمة التي تخدم العمل الجمركي، مثل نظام الأسيكودا العالمي ونظام خدمة الجمهور الذي يتضمن 73 خدمة إلكترونية لمتلقي الخدمة، تمكنهم من الحصول على قرار الدائرة الإلكتروني، ويحقق هذا النظام نتائج كبيرة في مجال تخفيض زمن الإنجاز وتوفير الجهد والوقت والكلفة على متلقي الخدمة. وتبنت الدائرة أنظمة ريادية مثل التتبع الإلكتروني ومشروع الجمارك الإلكترونية، الربط الإلكتروني، البوابات الإلكترونية، النظم الخبيرة ونظم دعم القرار، نظم دعم القرار والأنظمة الخبيرة والأرشفة الإلكترونية كأدوات أكثر إبداعاً في تسهيل العمليات، وقد حققت نتائج كبيرة. ويؤكد ذلك تقدم الأردن 18 نقطة في تقرير ممارسة الأعمال العالمي في محور تسهيل التجارة عبر الحدود المسؤولة عن معظمه دائرة الجمارك، لتصبح مرتبة الأردن 50 في العام 2016 بدلاً من 78 في السابق. وحسنت الدائرة أدائها للسنة الثانية على التوالي، ليتقدم 6 نقاط على تقرير التنافسية الدولي، ليصبح ترتيب الأردن 46 بدلاً من 55 في محور عبء الإجراءات الجمركية، بمتطلبات وتطلعات مختلف القطاعات لمتلقي الخدمة من مواطنين، تجار، مخلصين ومستثمرين. ومن منطلق مسؤوليتنا للسعي نحو تحقيق أفضل مستويات جودة في تصميم المواقع الإلكترونية وتقديم الخدمات اللازمة لتطوير العمليات الجمركية وتبسيطها بما يعكس الهوية المؤسسية للجمارك الأردنية، فقد ارتأت الجمارك إعادة هندسة وتصميم مواقعها الإلكترونية بشكل عصري ومنظم، وبما يتناسب بالتطور التكنولوجي لأنظمة المعلومات ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الجمارك الأردنية. ويتميز الموقع الإلكتروني الخارجي للجمارك الأردنية بحداثة التصميم
وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة المتعلقة بالتشريعات الجمركية من أنظمة وقوانين وتعاميم وبلاغات تسهم في تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الإجرائية والاستفسارية والتي تعكس إيجاباً أو انعكست إيجاباً على رضا متلقي الخدمة والمواطن. كما يوفر الموقع الإلكتروني العديد من أدلة الإجراءات والخدمات المقدمة وأماكن تقديمها من خلال الاستعانة بتقنيات خرائط جوجل لتسهيل الوصول إلى أماكن تقديم الخدمة في المراكز الجمركية المتنوعة. إن الهدف من تطوير الموقع الآخر وهو الموقع الداخلي للجمارك الموسوعة الجمركية هو توفير بوابة واحدة للموظفين تكون بمثابة دليل مساند للموظف ومرجعية له في اتخاذ القرارات، كما تعتبر الموسوعة الجمركية ملتقى للموظفين لتبادل الآراء والخبرات والأفكار الإبداعية بما ينسجم مع استراتيجية الإبداع الجمركي لنشر ثقافة جمركية مؤسسية إيجابية يتم من خلالها توجيه الموظفين نحو التركيز على الجودة في العمل والأداء المتفوق وتعزيز الثقافة التشاركية لدى الموظفين في تقديم الخدمات المثلى. معالي وزيرة الاتصالات، هذا موجز عن احتفالنا هذا اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد. نشكر معاليك على تشريفنا الحضور ورعاية هذا الحفل، والشكر موصول لكافة الحضور الكرام ولزملائنا بالصحافة، والشكر أيضا موصول لزملائنا وخاصة في مديرية تكنولوجيا المعلومات الذين أبدوا حقيقة في تطوير هذه المواقع الإلكترونية. كما يقدم الموقع 15 خدمة استفسارية متنوعة، من أبرز هذه الخدمات خدمة التعرفة الجمركية المتكاملة، هي خدمة مقدمة عبر موقع الدائرة الإلكتروني توفر كافة المعلومات المحدثة باستمرار والمتعلقة بالتعرفة الجمركية وجداولها ونسب الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والبيانات المتعلقة بالاتفاقيات والبلاغات والتعاميم لموظفي الجمارك والمتعاملين مع الجمارك الأردنية سواء خارج أو داخل المملكة. كما يقدم الموقع الإلكتروني مواقع إلكترونية للمراكز الجمركية الرئيسية تضم أهم وأبرز المعلومات التي تنشرها هذه المراكز، وعرض المواقع الموقع الجغرافي للمراكز الجمركية كافة من خلال ربطه مع الجوجل ماب، بالإضافة إلى قنوات التواصل والتواصل الاتصال والتواصل مع متلقي الخدمة بنوعيها سواء كانت على الموقع الإلكتروني مثل النشرة الإلكترونية للجمارك، صفحة التواصل معنا، نظام المقترحات والشكاوي، أو قنوات الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب. تم ربط الموقع مع خدمة تحليل جوجل أناليتيك لاستخراج إحصائيات متنوعة عن نشاط وفعاليات الموقع الإلكتروني الخارجي للجمارك الأردنية. الموقع الإلكتروني الداخلي إنترانت الموسوعة الجمركية، قامت الجمارك الأردنية بإعادة هندسة وتطوير الموسوعة الجمركية لموظفي الجمارك والتي تم تصميمها لتكون بمثابة بوابة إلكترونية موحدة لكافة الموظفين على صعيد الخدمات الإلكترونية ودليل إجرائي إلكتروني يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات العمل كمرجعية للموظف في اتخاذ القرار وأداء الأعمال. من أبرز ملامح الموسوعة الجمركية هي الأخبار والتعاميم المتعلقة بالعمل اليومي، القوانين والأنظمة، المنهجيات وأدلة العمل التي تحتوي على الدليل الجمركي الشامل، بالإضافة إلى أدلة عمل المديريات والمراكز الجمركية. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.